السلام عليكم. خوتنا البارتاج 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 البارتاج. تابعوا واش غادي نديروا اليوم. ماذا بينا دوك فهموا رواحكم يا بوس بوع. دوك هذه قضيه راك تطلب في باي بال ولا تطلب في التيك توك. وانا كي نقول هاي رولا شو اخبارك؟ راك تطلب في التيك توك والباي بال ولا راك عامل للمغرب ويخلص فيك المغرب ولا راك عامل لفرنسا ويخلص فيك فرنسا؟ ها فهمونا واش من حاجه قبضوا طريق راكم تلفتوها حتى البوسبوع اللي تبع فيكم والبردوع ودرتوه. دوك واش من طريق يو كانت هلا عندنا خلي تجي في داك معن. انا هلا احنا عندنا حوار سياسي فشلوقي عشان هيك انا كمان راح احكي معكم بالحوار السياسي اللي بدك تتفشلق انت كمان. اي خلي في ده كمان تجي تتفشلق. اي ما فيش مشكله بعدين والله احنا شويه مركزين مع الفشلقه السياسيه ما بدنا بعدين نعود نطلعك معي لاني مركز. يلا باي ما قلت لك بدها تتفشلق. المهم صرحتها دروك باش نتفاهموا. دروك هذا كنت البردوع اللي راه يتبع فيك يا 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 يا, يا سيرجان او يا خابران او يا سيرجان شاف اللي راه في مركز بن عكنون وكل يوم ترسل لهم ميساج في التيك توك في الواتساب. وانا قلت لك في التيك توك في الواتساب وتقول لهم روحوا علقوا بهذا التعليق. دوختوهم حتى هما داخوا حتى باسبوع دروك داخوا تلفت لهم ماهيش عارفين واش من طريق يمشوا معاه. ما مش عارفين مين يبداو ما مش عارفين مين يكملوا. والله بروف كي نطلعهم معايا يبدو يتعقنوا ويبدو ووصلتوا خطر اللي فاتت بالمناسبة اللي طلعت في القاست مع هذاك الاخر الشرعي وطلعوا معايا هذاك اللي طلع معايا قاعدين يبعثوا له في الميساج سقسي على هذه سقسي حتى العيايدة. لو كنت ترجعوا للفيديو حتى العيايدة ما عارفاش قال لي واش رايك في العياده. قلت له شكون العياده؟ قال لي كان في المغرب. قلت له يسموه عبد الحق العياده. كتبوا لهم وشكلوا لهم كي تبعثوا لهم شكلوا لهم ديروا لهم التشكيل فوق الحروف العين فوقها الفتحه والعين فوقها فوقها الحبوبه السكون والاخر زيد فوقها شكلوا لهم. واش عارف كاع كي السيد ما يعرفهاش. قال لك واش رايك في العياده اللي كان في المغرب العياده ما يسموش العياده. انا غير بغيت ندخل معاه في الاخر باش خليته ديت على حسابه. ما بغيتش ندخل معاه في لي ديطاي باش نبين له بلي راهم يبعثوا له واش عارف يقرا واش راهم يكتبوا له واش راهم يرسلوا له. قال لي واش رايك العياده لك عز برنا انا في السبيطار يسموه عبد الحق العياده هذاك. ومن بعد نعطيك كاع لي ديطاي تاع عبد الحق العياده من بعد قال نعطيك الديطاي وكيفاش تسلم اصلا للجزائر ما تخش وحده هو اصلا كيفاش تسلم وكيفاش كان في الحراش وكيف من بعد ندير لك درس هذاك باش من بعد نتكلم في هذا الموضوع ماشي الان استاذ باش نقول كيفاش يرسلوا لهم لي ميساج وكيفاش يبغوا هما كون يروحوا معاك في الطابله ما يتبلوكاو تريحها في طابله قدامك يتبلوكاو واحد يرسل لهم ميساج من واحد يرسل لهم ميساج مني والاخر هذوك انا خلطوها عليهم مش عندك يقول لك تطلب في التيك توك راك دير فدراهم في اليوتيوب راهي حكمت لك راهم يبعثوا لك هلا ليلي ها راهم يبعثوا لك في كذا راهم يبعثوا لك في الباي بال. هذوك تقول لهم عامل المغرب لازم تفهم البردوع بلي العملاء كي يخدموا باموال ثقيله وخاصه اللي كانت عندهم اسامي ثقيله وخاصه اللي كانت عندهم لافليونس كبيره وخاصه اللي كان عندهم تاثير وعندهم هذه هنا في هذه الصوره يكون يخلص مبالغ كبيره تسمى يسحق لا تيك توك لا جوله لا سبع لا قط لا نمر لا ديناصور ما يحتاجوش معنا ما يدير بهم. كاين الاموال الطائله راهي عنده فما يحتاج هذا الخردة. ومن بعد يجي يقول لك لا راك عامل فرنسا لا راك عامل كذا الجزائر خصنا كاش واحدين نقصروا معاهم خاش تكون كون طالعكم بطيحوا الجيش وانتم السيد يبقى مسكين يبقى داهش يبقى غير يستغل فيهم يبلعوا عليه. ومن بعد يقول هبطوا 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 يحسبوا روحهم باللي حقوا انجاز يشوفوا في روحهم باللي راهم داروا انجاز بالنسبه لهم يبدو نفدين الفيديو تاعهم يجاروا بهم في البريفي يجاروا بهم وكانهم راهم حقوا انجاز. لازم تفهم يا البردوع ان الانسان كيكون يسب ويطيح في ديبا ولا في مناظره بين واحد وواحد ويبدا يسب ويطيح مرسي كانيبال يبقى يسب ويطيح فهذيك هذاك ضعف منه ماهيش قوه والناس تشوفها باللي ضعيف وفاقد للحجه.
انسان كيف يفقد الحجه، ما يكونش عنده الحجه وما يكونش عنده كيفاش يقنع الناس، ولا ما عندهش كيفاش يقنع روحه حتى هو في بعده، واش يدير؟ يبدا يسب ويطيح ويعرش. كي يبدا يسب ويطيح ويعرش صافي يدير هذاك باش غير يكاموفلي هذاك الخرطي اللي خرطاها للناس وكذا. بصح لو كان يكون يتكلم برزانه وبعقلانيه وساكت وهادي ويتكلم بعقل، هنا ينجم يثبت المستوى الحقيقي تاعو، المستوى السياسي ولا المستوى الثقافي ولا المستوى هذا. يبان فرصه، انا ماشي بالعياط، العياط هكاك تثبت بلي راك في القاع، تراك تزيد تثبت في القاع. وهذا الشيء اللي تصيبه عندهم، روحوا طلعوا الجاست تاعهم، طلعوا انا نطلع معاهم اكسبري ساعه ساعه، ندخل الجاست تاع بوصبوع وتاع البلديعه، يعني عارف واش راني ندير طري طري بيان. مين ندخل ساعه ساعه معاهم اكسبري، فا اوتوماتيكمون طلع اوه هو جا الماستر مش عارف انا لقيت، ما عندوش باباه، ما عندوش يماه، ما عندوش خواله، ما عندوش عمومه، ما عندوش دودو، ما عندوش اصحابه، ما عندوش مش عارف انا واش، ويقعد هكذا من بالهي على الحركي القومي عميل المخزن هكذا. بصح لو كان تقول لها راكم تتناقشوا في سجيت السياسه، خليني نقصر معاكم في السياسه. واحد واش قالها مقبله، كانوا دايرين جاست، دايره تاع وحده دايره جاست باسبوعيه، ربما راه يتفرج معنا هنايا باسبوعيه، دايره دايره جاست تاعها، طلعت معاهم فلقيتهم قابضين 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 الناس، قابضين بعض الاسبوعيين غير في بعضهم، كل شيء في بعضهم، قاعدين يبردعوا في بردعوا في بعضهم، كملوهم صايت تبردع، ما ولاش يتبردع لهم الشعب، الشعب فاق لهم كاع خلاص، ما ولاش تبردع لهم الشعب، شو ولاو يديروا؟ ولاو يزيدوا في لا دوز للتبردع لبعضهم بعض، كيما هذاك اللي يرسل السبع لصاحبه ومن بعد صاحبه حشيه كيكمل اللايف يروح يعاود يرسل لهذاك السبع، يقعدوا يرسلوا بعضهم في ال... قال لك كنت نتفرج فيه، كانوا يرسلوا في الاخر في ال... يرسلوا لبعضهم في ال... في السبوعه، سبع لي ونسبع لك. دخلت عليهم انا طب طب، طلعت زوج كلمات ثلاثه فحمتهم وخرجت، فحمتهم وخرجت. جا واحد اخر يعلق عندهم مجمعتهم غير من نفسهم، من نفسهم البلعكنونيين، يكتب لها تعليق قال لها ما تزيديش طلعي هذا، ما تزيديش طلعيه، قال راه متدرب عند المخابرات الفرنسيه، زعما المخابرات الفرنسيه تدربني على شنقريعه، ولا تدربني على القايد صالح، ولا تدربني على التبون اللي زعما ما نعرفوش حنا هاد الناس، يجوا يدربوك على على حاجه اللي باينه. اوكي ماشي مشكل. هذا السؤال اللي طرحته ولي ما زلت نطرحه، ولازم عليكم انتم تطرحوه باش ما يبلعوش عليكم. كي يبغي يبلع عليك غادي نعطيك واحد لي دو واحد 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 زوج زوج تاع زوج تاع المخارج، شدهم منهم، شدهم منهم كي الاتو، كي تطلع معاه غادي تبلوكو غادي يهرب لك، ما عندهاش حل. الحل السؤال الاول سقسوه مع القايد، غادي كاع يقول لكم القايد ناس ملاح وبطل والله يرحمه وخاض كاع ثورات تاع الكره الارضيه، هو اللي ما قتلناش، هو اللي نقض الحاله، هو اللي سلك البلاد. اوكي قول لهم هنا السؤال مطروح، القايد صالح يا اخي في التلفزيون ماشي حاجه رانا نجيبو فيها ولا نسربو فيها ولا لا لا، في التلفزيون شفناه يجر في الجنرال توفيق كي النعجه دايه للحبس، شفتوها شفناها، شفت دخل جبار مهنا للحبس كي النعجه، شافوه شافوه ماشي بروبليم، وكانوا معاه وكانوا يصفقوا تحيه انت وبابانا ومانيش عارف واش. اوكي جاء موراه تبون والنزار كان هارب في اسبانيا، جا موراه تبون كرم هاد الناس وطلقهم من الحبس وكرمهم وسمح طلب منهم السماح ولا لا؟ ايه صرات. وجد عين جبار مهنا عينه كمدير مخابرات، مدير التوثيق تاع الخارج، المهم رئيس مخابرات تاع الخارج باش نسهل عليك. ايه صرات. زيد نزار دخل في الطياره تاع الرئاسه ومبنقش وينهاش ولا ما دخلش؟ دخل، كان محكوم ب 20 عام غيابي. ايه كان محكوم ب 20 عام غيابي. ولده لطفي نزار كان متهم بتبييض الاموال وتهريب الاموال وتكوين امبراطوريه والثراء الفاحش. الثراء الفاحش قال لك اودي ذاك النهار ذاك البردوع بوصبع عند عند الشرعي قال لك ايه ونزار انت في ميزك رأي جنرال من 62 هو جنرال هو هو في الجيش كيفاش ولاده ما يكونش عندهم الدراهم؟ بصح ماشي انا اللي قلتها يا بوصبع، نسيت انت يا البغالون، نسيت باللي ان الحكومه تاع تاع العصابه نفسها هي اللي تهمته، ماشي انا اللي تهمته، هي اللي تهمته. وروح رجع الى المواقع تاعهم ومنها جريدة الوطن وغيرها من الجرائد ومن البلاد وغيرها، تهم ولد نزار بالثراء الفاحش وبتهريب الاموال، ماشي انا اللي تهمته. ما لا دوك عندك بروبليم مع العداله تاعك، دوك البروبليم ماهوش معايا انا، روح قول لهم انت، روح وقف في دار الشرع وروح عاود جبد لهم وقول لهم باللي النهار اللي جبدتو عليه ونهار اللي ديتوه للحبس قول لهم باللي بيو كان جنرال من ذاك القرن، ما تجيش تقولها لي انا هذه الهضره، لان القضاء تاع العصابه هو نفسه الذي اتهمه بتهريب الاموال. السؤال واحد من اثنين هادو، واحد من هاد من السؤالين، يا هل القايد صالح اللي دخل توفيق بتهمه المؤامره على قياده الجيش
والمؤامرة على قيد الجيش يعني القيد صالح تهمه. القيد صالح قال له باللي راك بغيت تدير لي انقلاب، متهم بالمؤامرة على قيادة الجيش، متهم بخيانة الدولة وبالاجتماع مع جهات أجنبية وتصنف في الخيانة العظمى. يا هل ترى القيد صالح كان على خطأ أم تبون اللي كرمه هو السيد روبري جيستيس في قضايا تخص أمن الدولة وأمن الوطن وأمن الجيش؟ هو على خطأ، واحد فيهم يا تبون يا قايد، خيروا واحد فيهم. اما لا الان تبقى عندكم هنا غادي تكواسوهم. نعطيكم وين باش ما يهفوكمش، كاين ربما خاوتنا اللي ما ينجموش. هذه النقطه الاولى. النقطه الزوجه كي يتكلم لك على الجزائر الجديده، خاطر صوالح منطق، انا ماش نجيب لك في حاجه اللي يقول لك لا ما كاش منها اعطيني الدليل. هذه ما فيهاش ثاني الدليل، هذه هما راهم يعطوك الدليل، هي نفس الدوله هي تعطيك الدليل. دوله قولها روح نشوفوا، ها لاشين تاع اليون تي في شاورات، نفس القناه اليون تي في قالت لك باللي هادو متآمرين على الدولة ومحدودة بالظهري وديناه الحبس ويصوروا فيه، وفي القناة تاع اليتيمة يصوروا فيه مدخلينه الحبس على البليدة، والقناة تاع اليتيمة تكرم فيها من طرف تبون. شنو نجيب لك انا دليل؟ دليل روحو ما يعطوك الدليل، مشي انا، انا جبنا لك على الوجه. النقطة الثانية كي يسألوك على الجزائر القديمة والجزائر الجديدة وتبدل والنظام راح والدنيا تحاسبت، ما ركزتوش على الأهم في القضية. الأهم في القضية خوتي اللي لازم تركزوا عليه وحطوا لهم عليه النقاط ثاني، هذه شكون انا شفت خاوتنا اللي طلعوا في لي جاست وما عندهمش الباجاج دي فو، ما يكونش عندهم باجاج باش يواجهوا هذا البردوعيين، لان البردوعيين باش يخربوهم الوطن ومن الوطن وراحت، وانتم ما ماكمش حابينها كي راحت العصابه والدنيا وهذه هي جديده، ويقعد يبلع لك من اليوم ليه مغلف لك بوجوه يجيب لك وزير من وزير منو. اغلب الوزراء اللي جابوهم قاع كانوا امناء عامين ولا عامون في الوزارات، اغلب الوزراء اللي راهم الان حاليين كلهم كانوا امناء عامين في الوزاره، يعني كانوا تقدر تقول دي زاجوان تاع من تاع الوزراء السابقين. يعني الوزير هذا ما راحوا جابوه لك من الدار ولا راحوا جابوه لك حابه وزوج اللي ما كانش امين عام، اما غالبيتهم كانوا في الوزارات امناء عامون ومشاركين في الفساد. بارطاجونا باش ما يتحش الله يخليك هكا، باش نعطيكم الباجاج باش تقابلوهم، خاصة خاوتنا المساغر اللي يطلعوا في اللايفات ويبغوا يكوانسوكم. النقطة الزوجة سقسوهم على سؤال أهم، واش هو السؤال الأهم؟ السؤال الأهم تاك عبلة تتنارغة تاك يبدأ السين، سؤال أهم باش تديكم كاين النظام الجديد ولا ما ولا النظام القديم. سؤال باش تديكم بلي نفس السيستم ولا خاطي السيستم. يا هل ترى الإعلام اللي كان يبروسي للعصابة القديمة ويسوق لكم باللي حداد رجل أعمال ناجح، ويسوق لكم باللي طحط حيكيت ناجح، ويسوق لكم باللي ولد عباس بطل وشهيد، ويسوق لكم ويسوق لكم ويسوق لكم ويمسح للعصابة ويرفض في الأموال الطائلة مقابل الإشهارات والمدح تاع العصابة، هل هو نفس الإعلام ولا تغير؟ هل هم نفسهم المدراء أو ملاك القنوات على رأس هذه القنوات أم تغيروا؟ هما نفسهم عزيزي المواطن باقين. وهل الصحفيين اللي كانوا في هذه القنوات الذين كانوا ينشرون مغالطات وكذب وبهتان للشعب الجزائري ضربا للشيتا لمن؟ للعصابة. الوحيد الذي حكم في إطار صراع الفويوات في بعضهم كفويوات اللي هو أنيس رحماني. علاش؟ لأن أنيس رحماني مش غير الفاسد، بعيدا عن الفساد تاعه والمعارك اللي درناها معاه، وانا شخصيا درت معاه معركه اللي يشهد لها كامل الشعب الجزائري وجبته كاو فيها، اللي بورتو هو عنده قنوات ومواقع وانا غير في فيسبوك وقلعت له البنطالون. المشكله الاساسيه داود القومي حطوه في الاخر الديوغرافي رافي البيض، الدواء حطوه الداخل، ولكن القناه بقيت على اسم من؟ على اسم سعاد عزوز الفيحاء اللي استقر راجل هذا من شيخي تاع الخبر اللي هي الزوجه تاعو. الممتلكات 70% تاع انيس القومي في الخارج باسم سعاد عزوز، وخاصه في باريس ونيو سيرسان، السكنات الداد الممتلكات كامل في اسمها هي، التي ما قاستها حتى شعره، استدعوها مرتين للتحقيق ومن بعد قالها روحي وتمشي كيما يجيك الميساج من بن عكنون في القناه تفوتي
اللي يجيك من بالعقل وتفوتيه في التلفزيون، وهي تنفذ لانهم يستغلوا المحطه الاعلاميه من اجل ماذا؟ من اجل مواصله تبرديه. الصحفيين بقاو كلهم نفسهم، نفس الصحفيين رجعوا تاع الشروق اللي كانوا يبردعوا واللي كانوا يستقبلوا ويلحسوا في الصبابيط، هما نفسهم اللي راهم الان حاليين اللي منهم واسمه كان في النهار وتبدل في الشروق، هذاك بلال نسيت جده بلال كيفاش يسموه، بزاف بزاف ماشي واحد ولا زوج ولا ثلاثه ما ينعدوش على الاصابع. ارجعوا الى كل من كان يلحسون للسعيد بوتفليقه وللجماعه تاع بوتعويقه، هما نفس وبوكو بليس الناس اللي نهبت المال، الناس اللي نهبت الدراهم بلا كباش، الناس اللي نهبت الدراهم، الناس اللي نهبت الاموال الطائله من ما يسمون انفسهم برجال اعمال، وهما ما همش رجال اعمال وانما رجال نهب المال. هذو اسكورهم مكتوب اللي كنتو تشوفوهم في وقت بوتفليقه، نفسهم اللي كنتو تشوفوهم ضروك في التلفزيون ولا لا؟ صح ولا لا؟ اكتبوا لي في التعليق. نفسهم ولا مشين؟ نفسهم. كيفاش هاد الناس اللي كانت تبيض في صوره العصابه مستغله اهم شيء وهو الاعلام اللي 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 هو محطه اللي نورمالمون تحارب الفساد، حتى الاعلام عنده دور هام في كشف العصابات او في التحقيقات اللي تندار حول المال المنهوب وتنقل المعلومه للناس للشعب الجزائري. في المقابل هما كانوا يعملون اشهارات لكبار الفاسدين في الجزائر، منهم طحكوت اللي نهب اموال الشعب، كانوا يديروا اشهارات الحداد اللي نهب اموال الشعب وغيرهم من رجال الاعمال، غيرهم لهم راهم بلا حساب العلمي وخليكه كاع ارباع اللي كانوا يبيضوا لهم في الصور تاعهم. زيد الى نرجعوا الى العصابه، كانوا يبيضوا في الصوره تاع جمال ولد عباس ويصفونه بالمجاهد الشهيد الحي وباش يتكلموا على وبوشوارب وكاع كليكه، وكانوا يصفون في ذاك الوقت من يعارض النظام البوتفليقي كانوا يصفونها بالعمالة والخوانة. وبالتالي الناس اللي كانت تعرف في بوتفليقة ليكم تقولوا عليهم ليكم انتم في حد ذاتكم قلتوا على بوتفليقة وجمعتوا عصابة، الناس اللي كانت تعارض فيهم كانوا يقولوا عليهم خوانة، وبالتالي هذا النظام كان يخدم في العصابة. ونفس الأشخاص تجدهم الآن في محطات تلفزيونية سواء قناة الحياة ولا غير قناة الحياة. هنا سألوهم على القنوات هذه اللي كانت تبرر العصابة ولا زالت متواجدة وملاكها لازالوا يمتلكون هذه القنوات ويهربون يهربون في يوم من الموانئ. تقول لهم هذه الهضره يبلوكوك تطلع معهم في قست لانه ما عندهش واش يقول لك، غادي يقول لك اش غادي يقول لك كي تقول هكا واش غادي يقول لك؟ غادي يقول لك لا داوهم داوهم تابوا وداهم توبوهم ولا نديروا نعملوا، ما عندهم يقول لك. هذه النقطة الأولى. فيما يخص النقطة الثانية بليتو، فيما يخص النقطة الأولى، النقطة الأولى في قضية أقبضهم غير هذه، ما تروحش ما تعمقش معاه بزاف وما تروحش معاه بزاف في الحوارات، قبضها غير في هذه، قبضها غير في هذه تاع القايد والقايد. شوف الثلاثي أرسمها كيما المثلث، قايد نزار وتوفيق وجبار مهنا وتبون الفوق، هذاك اللي هنا دخلوهم الحبس وهذا اللي من الجهه هذه خرجهم من الحبس. قولهم شرحوها لنا، قولهم حوسوا نفهموا. كاين ديال القايد خائن يتبون خائن، واحد في هذو الزوج ما كاش ثالث، لا ثالث لهم. قال لك مالك، قال لك القايد الله يرحمه، يا ودي الله يرحمه، ولا ما هذيك هذيك حاجه واحده اخرى ماشي بروبليم سيدي الله يرحمه. خاص سيدي خبرنا غير لله، خبرنا غير لله، خبرنا غير لهذه المعادله. نقول لك ماشي غير نروحوا نبات الليل نصلي لك نبات قائم الليل على جاله. جاوبنا على المفيد، جاوبنا على المفيد. ما كاش، يعرفون جيدا انها عصابه، هما عارفين ومقتنعين، لكن حابين يهموا ارواحهم، حابين يدخلوا في رصانهم وباغين يهموا روحهم بالذراع باللي كاين جزائر جديده. هما عارفين، هو ديجا قول له انت واش تبدل فيك، قول له واش تبدل فيك، هو راه من الخرا للخرا، قول له انت واش تبدل فيك. قول له انت واش تبدل فيك، هو راه عارف، بصح يواصل في محاوله
بردعت الناس، هم على راهم ديرونجيين منا ونسبهم السوجي تاعهم قاع علينا في في تيك توك. السوجيات كتدخل عند البلدي عاد تسبهم يسبوا امير 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 امير. السوجيات تاعهم قاع المصدر امير مصدر مصدر. علاش السوجيات علاه مضرورين؟ لاننا نمتلك الحجه وهم لا يمتلكون الحجه. احنا احنا عندنا الحجه عليهم. وما ناش نتكلموا في حاجه قال جايبينها من رساله ولا رانا نتكلموا بالاعلام تاعهم واش يقول. احنا رانا نهضروا بالاعلام تاعه واش قال، وقول له حاضر اربط لي هذه مع هذه وجاوبني. يقرا روحه يقرخم. روح غير للمنظومه التربويه وشوف الى البرنامج، البرنامج اللي راه الان في الـ في الـ في الـ في, الـ في المنظومه التربويه، اليس هو نفس او التكميلي لبرنامج بن غبريط؟ بدل لكم الوجوه برك باش تحس انت باللي جا جديده، باش يلعب على العقول ويروح بعيد. واش يدير لك؟ يروح يغير، يروح مثلا يروحك باللي راك في بلاد واحده اخرى وانت راك في بلاد واحده، يروح يدير لك 58 ولايه ودوك يزيد يردها لك 68 ولايه. ولكن كي تجي تشوف بريان تبقى هي بريان، سواء انطيها ولايه ولا انطيها بلديه ولا تعطيها عاصمه كاع تبقى بريان. في غردايا مثلا هي بريان، يعني لا تنميه ولا شبابها دخلوا للخدمه ولا 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 ولا, ولا الميزيريه تنحت على خاوتنا. فلوس جديده جديده انت راك قديم، انت اللي جبت لنا الدسومي القديمه هذيك راك قديم، ما تاكلش نبيع لك بها غير شويه صوالح، بس على الاخرى تدي 200,000 زيده تدي بها حانوت كومبلي. شفت كيفاش يحشيها لك ولا ما شفتش؟ هنا يحشيها لك سيكولوجيك مو حبيبي، سيكولوجيك مو يحشيها لك، فتلقى روحك لابد دو سومي اللي تجري بها وتقول للناس ها هي الجزائر الجديده، ها هي ها هي الجزائر الجديده. شوفوا شوفوا هنا بيحشيها لك وراه يدلك في هذا الامور اللي انت تشوفها اللي تتعامل بها يوميا، اللي تتعامل بها يوميا، وبالتالي تحس روحك تبدلت عليك الحاله. يجيب لك 200 يروح يبدل لك ماتريكيل تاع طوموبيلات، ومن بعد يقول لك الماتريكيل هذاك تاع بكري نبدلوه ماهوش هو نفس الماتريكيل، ما يقعدش نفس الماتريكيل. يقول لك لا غادي نقلبوا الولايه في 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 في, في الاخر في وقتاش خرجت الطوموبيل ونزيدوا لها الماتريكيل الجديد في كذا. فانت تحس روحك بلي تبدلت عليك البلاد. هو راه يلعب لك على الداخل. وهذه عندهم قلت لكم ذاك النهار، قلت لكم عندهم دي كونسيلتون وعندهم دي كونسي من اجل المراوغه ومن اجل الاستحواذ على كيفاش نسميها لك المهم كيفاش يستحوذ لك على عقلك، كيفاش يستحوذ لك على عقلك ويخليك تتخيل، يخليك تتخيل باللي كاين حاجه جديده، كاين جزائر جديده، كاين نظام جديد، كاين صوالح تبدلوا صحيتك هي هي. ال 200,000 اللي بدلوها لك عطاوك 200,000 تاع 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 الاولى ولا 200,000 الزوجه، ولا يبدلوا لك 100,000 اللي يعطوك تاع القرون ولا يديروا لك واحده اخرى، هي نفسها هي نفسها تشري لك نفس الشيء. يا والله يجعل ويدير لك فيها بلوكه بلوكه ويكون عندها قيمه خيمه، اللي يدير لك فيها كاع واش يدير لك وما عندهاش قيمه بالنسبه للمواطن. لان الشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم اكبر تكريم لهم ان نحافظ او ان نكمل المسار اللي بداوا فيه، ماشي نحط تصورهم في بي ولا نحط تصورهم في حائط ولا. اكبر تكريم للشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان نواصل على الدرب تاعهم. لان لو كان الشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم كانوا حيين في يومنا هذا لا قالوا لهم ما تحطوش تصورنا في ليبيا تاع الدراهم قدر ما تخدموا هذا الشعب. لان الشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم ضحوا بحياتهم باش يعيش الشعب في كرامه، ماشي باش يحطوا تصورهم في الدراهم. لو كان الشهداء العربي بن مهيدي ولا احمد زبانه ولا سي عميروش ولا الله يرحمهم ويوسع عليهم لو كانوا احياء يقول لكم تهلاو في هذا الشعب اللي ضحى واستشهدوا من اجله، ماشي يقول لكم روحوا ديروا لنا دراهم تصور في الدراهم باش تبردعوا الناس وباش تتبزنسوا بتصاورهم وتبزنسوا باساميهم. كملوا لكم كاع صوالح
كملوا قاع صوالح، راحوا حتى الجنوب افريقيا. علاه؟ راك حاسبي خاصهم هما ولد مونديلا، حفيد مونديلا، حاسب سامعين بولد مونديلا ولا يعرفوا هما قيمه الحريه ولا يعرفوا لو كانوا فيه ريحه الرجله هذا حفيد مونديلا اللي جايبينه هما مش عارف في حومته ما يعرفوش. هذا حفيد مونديلا لو كانت فيه ريحه وذره تاع شرف او ذره من طعم الحريه اللي كان فيها جده ربي ما نقولش ربي يرحمه لانه ما كانش مسلم. المهم لو كان فيه طعم الحريه كما في جده لكان قبل ما يتكلم على الفوايوات والميليشيات تاع البوليزاريو اللي جاي يقول لهم تحرير اخر مستعمره فيه، لتكلم عن المعتقلين السياسيين داخل الجزائر، لان جده كان معتقل طيل سنوات ويعرف ما معنى اعتقال السياسي والاضطهاد والطالبين للحريه في معتقلات بطريقه غير شرعيه ولا بطريقه غير قانونيه ولا بالاضطهاد. نعم لو كان فيه ريحه للشعره شعره من ما في جده اللي ناضل من اجل تحرير بلاده لجاء وقال لهم باللي كاين معتقلين في الجزائر معتقلين سياسيين، وانا راكم جايبيني بصفه حفيد مونديلا، راكم جايبيني بصفه حفيد مونديلا اللي التاريخ تاعو يعرفه العالم باسم ماذا؟ باسم المده التي قضاها في السجن دفاعا عن القضيه تاع بلاده. لذلك ما تجيبنيش انا تهضر لي على البوليزيرو اللي راهم يتمتعوا باموال الشعب الجزائري في بريطانيا وفرنسا واسبانيا والامريكان وكندا وبارتو، جايبينه وتمدوا له في الشكاير تاع الدراهم من الشعب الجزائري. مونديلا هو اللي غادي يجيب لك البوليزاريو، حفيد مونديلا باغي يجيب لك بوليزاريو ولا بيحر لك بوليزاريو. هما متعطشين لكلمه من اي شخص، تعطوه دراهم على البوليزاريو متعطشين لكلمه من اي شخص، حتى لو كنت تلقاو فويو في الطريق تجيبوا تعطوه شكاره تاع الدراهم وقول لنا البوليزاريو وقلنا ما نش عارف انا واش. هذا حفيد مونديلا هذا المنتن هذا الرخيص، لأنه لو فيه ذرة تاع كرامة لما جاء يتاجر بمأساة الشعب الجزائري ويرفض في أموال الشعب الجزائري من أجل فويوت البوليزاريو، ويرفض في شكارة وجايبة تاع طيارة خالصة وعايش دروكا في الفلوتيل تاع شيراتون في كلوب ديبا، طالق في خاضو وجايبين له اللحاسات وجايبين له كياسات وجايبين له اللي يديروا له في لي ماساج، وجاي تكلم لي أنت يا بالاسم وكدا واش دير وفري فري 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 وطيحنا زنطيطوفيتش. كنا في احفاد الشهداء والمجاهدين، هذا الاحفاد اللي ما زالوا يخرفوا لا علاقه لهم بما داروا جدودهم ربي يرحمهم ويوسع عليهم، لا علاقه لهم من قريب ما زادوش كاع ما يعقلوش عليهم. ديجا غالبيه الشهداء ربي يرحمهم ويوسع عليهم استشهدوا شباب، غالبيتهم استشهدوا شباب، وكاين اللي خلاوا وليداتهم صغار كيستشهدوا ما يعرفوهم ما يعقلوش عليهم اصلا. يجيك واحد ما يعرفش كاع جد ما عارف شكون، يجي ويلقاه يضرب لك في الدراهم ويغرف لك في يغرف لك كل شهر يروح يفد 500 مليار 90 مليار، ارفد من نور ارفد لا ليسونس تاع الطوموبيلات ارفد لا ليسونس تاع كاع الامتيازات عندهم، ما عندهم علاقه، ما عنده حتى علاقه، ما عنده لا من قريب ولا حضر ثوره ولا دار ثوره ولا شاف ثوره ولا شاف جده ولا جده ما يعرفوش، جده ما يعرفوش في التصاور وما شافوش. حللهم وزاره وقاعدين ينهبوا، وكأن يقولوا للشعب الجزائري اذا صنفتوا وتقولوا باللي كاين احفاد الشهداء اللي يغرفوا في الدراهم ونساء حفيدات الشهداء وزوجات المجاهدين وزوجات مانيش عارف واش، وكأنكم تقولوا للفئه الاخرى من الجزائريين راكم تقولوا عليهم باللي دوك ولاد حرق ولا كيفاه. الجزائر كاع جهدت، الجزائر كاع جهدت في وقت الثوره، والقوميه عطاو والقوميه الصحاح بقاو في السلطه. انت بوسبوع اللي ما تخلش، انت بوسبوع والبردوع اللي ما هوش داري لك ما تخلش كيما ولاد احفاد المجاهدين واحفاد الشهداء، تما انت ولد قومي، تما بابا كان جدك كان قومي، شوف انت بوسبوع لك تروح تخلص، خمم مع الرب الكريم، هو باغي يجيب لك الصبوره نبدا نرسم لك في الله، خمم انت بوسبوع والبردوع لك جاي هنا تسب وتطيح وصاري، هل تخلص تاع احفاد الشهداء؟ لا، وبالتالي تما جدك كان قومي ولا جدك كان قومي؟ روح قول لهم، قول لهم انا جدي شكون؟ قول لهم هذوك ما غادوا قام يخلصوا، وانا جدي اش كان يدير في الخمسينات وفي الربعينات وفي الستينات اش كان يدير؟ روح سقسيهم،
تقولوا كاين حاجه من زوج، يا ما نخرجش باسكو قومي، يا ما نخلصوش باسكو جدنا كان قومي، يا نخل يا جدنا كان مجاهد وما خوش تعطونا في حقنا، وحده من زوج. ميرسي سلام اخويا. هذا هو السؤال لازم تطرحه عليهم. ما بعد ما راحوا لدار جدد، من بعد كملوا راحوا يحوسوا على حفيد مانديلا، حوسوا على حفيد مانديلا في جنوب افريقيا، روح حوسوا عليه في جنوب افريقيا، روح تحل لنا سطات، تحل لكم سطات، دايرين رؤوس الحكومه والوزير الاول وقيادات الجيش، اعطيه برك الدراهم كاع مرتزقه. نعرفوا باللي مانديلا عنده اسم كبير وثقيل في العالم، لكن انا حفيده هذا اللي جايبه لي انا يحل لي سطات، هذا علاش جايبه لي ويديه في الملاير باش يقول لك باللي لازم نحروا اخر داوه بن عكنون، داروا له سطاج، داوه الكازرنا تاع بن عكنون فورماوه مليح، خدموا خدمه شابه وقالوا لها شحال خلص مليح ترقد مليح، من الاخر خرج لنا جاي في سطات تما ولازم تتحرر اخر مستعمره، مستعمره يروح هدر على المساجين اللي في الجزائر. هادوك اللي عطاوك الورقه تقراها، هادوك نفسهم اللي عطاوك الورقه تقراها راهم يغتصبوا في شباب طالبوا بالحريه في بلادهم، يغتصبوا فيهم في مراكز المخابرات عند نفس الاشخاص اللي عطاوك الورقه تقراها لهم، ولا اللي حفظوك ديك الورقه باش تقراها. نفس هاد الناس يتكلموا لك على الحريه، راهم يغتصبوا في شباب في عمر الظهور في مراكز المخابرات. لو كانت عندك ذره تاع شرف او ذره تاع رجوله لتكلمت عن معتقلين سياسيين داخل الجزائر اللي راهم يطالبوا بحرية وطنهم. بما أنك مرتزق وفويو كما هما فرضخت لما يطلبونه منك هم. انت جابوك باش تجابوك باش جابوك تدش لهم اسطاد، جابوك تدش لهم اسطاد باش يخبروك باللي راهم داروا اسطاد على جدك، مع أن الجزائر مليئة بالرجال الأبطال والنساء الحرائر مليئة. علاه ما لقيتوش كاع في الجزائر كاع هادي ما لقيتوش اسامي تاع رجال تاع كاينين بالاموات والاحياء، الاموات والاحياء. على الاقل لو كان فيكم ذره تاع رجوله كون سميتوه على المجاهد الاخضر بورقعه، يفكركم هذاك بالماضي الاليم تاعكم، على الاقل كون سميتوه باسم الشهداء ربي يرحمهم ويسع عليهم، على الأقل كون سميتوه بأسامي واحد من المختطفين اللي اختفتوهم في التسعينات على أمين نتاش اللي اديتوه لاج دي سيزو من دارهم من عند يمه أم أمين. ولكن تو بزنسون بكل حاجة تبزنسوا بها، جيب لي أنا فويو، جيب لي فويو في حومته ما يعرفوا، جايب لي ان فويو وتبزنس حتى هو يبزنس بجدو، جايب واحد يبزنس بجدو حفيد مانديلا، جايب لي واحد يبزنس بجدو والناس هاي فطنا محمد فطن قاعد يبعروا فيكم نهار وليل، وقاعد مازال غير تصفق، مازال يبعروا فيك نهار وليل، مازال غير تصفق ومازال تسخنت لك البرفاره، هم يديروا في الدراهم ويديروا في ليزافير وقاعدين يقلب منا وقلب من هنا. تو سامع بيك انت راه في الدشكاره ود حفيد مونديلا وقلع روح جنوب افريقيا، ولا سامع بجد جدك وكاع جاو عطاوه تطوه ورقه حافظوها له جايني قالوا نحرر اخر مستعمره في افريقيا، نحرر اخر مستعمره في افريقيا. لو كان للصحراويين تحرير لا يجب تحريرهم من المرتزقه تاع بوليزاريو اللي راهم يبزنسوا باساميهم. لو حقا تطالبوا بتحرير الصحراويين طالب بتحريرهم من المرتزقة اللي بزنسوا بهم ودايرينهم قنطرة ومحتجزينهم من بنبطوش وجماعة بنبطوش وولد السالك وغيرهم، لهم عايشين لا جيت سيت، عايشين حياة الرفاهية وعايشين لا في اي بي في اوروبا وعايشينها حتى في العاصمة في الجزائر، عايشينها عندنا في كلوب ديبا وعايشينها في موريتي وعايشينها في حيدرة وعايشينها بارتو وفي لي زوتيل فايف ستار. هذا اللي باغي تحررهم قولهم روح، قولهم حرروا روحكم من هادو ديجا قبل، إيه بتحررهم حرر هذوك أصحاب المخيمات، حررهم من شنقريحة وحررهم من جماعة اللي دايرتهم واجهة وقاعدة تبزنس بيهم. بعدنا عملاء المخزن، عملاء المخزن كلمة عملاء المخزن، تبغوش الحق، ما تبغوش كلمة الحق،
ما تبغوش كل مال يقول لكم واحد في وجهكم كلمة الحق، ولفتوا غير يطبل لكم ويقول لكم ايه عندكم الصح و... ايه تعرف كم الدولة نتاعيا، تعرف خير منهم، تعرف خير منهم، بياسير نعرف خير منهم لانهم مجرد زوايل وفويوات و... بياسير تعرف خير منهم. ايه قاعد يكون ما يملوش عليهم من الليليزي ويملوا عليهم من بارتي وكان حسب هذا قاعد يتحرك يقيس خطوة هذاك. جيبه لي من جنوب افريقيا من 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 من, من قاع الدنيا جيبه باش يجيك تما ويحكي لك على البولي زيرو. وانا كنت عارفها، وانا قلت هاكم يا اخي تفرجتوها في اللايف، قلت هاكم قبل عندها والترواجور، قلت لكم هذا اليوم جايبينه تاع موندي لا غادي يجيبوه لكم على جال البولي زيرو، قلت هاكم في اللايف كنا مقصرين في تيك توك، قلت هاكم شكون اللي عارف انا هاد العصابه كيفاش تخمم، قلت هاكم ولا ما قلت هاكمش، هاكتبوها في التعليقات اللي كانوا يتفرجوا في اللايف. طيب قبل ما يتكلموا قبل ما كي قال لك جابوه قلت لهم ها علاه جابوه، ولا به لايك صاد ولا صبحوا متعطشين صبحوا يجيبوا اي واحد فقط باش يحكي لهم على البوليسير. خلاص بردوا الكوارتا وهم كاع صبروا وهم داروا جوج دروا دخلوا من دخلوا من ايه ما عندهمش حاله واحده اخرى، داروا كيلقى واحد في الطريق يقول لها روح خاصك 3 مليون ولا 4 مليون دولار مريح هكا اس دي اف ما حط قرعه حداه وما هو مهمه يكون براني خاص قرعه خاصك بالدرام روح شو درنا شو نجيبوك في ندوه صحفيه لبسوك استعمال نقوك نتهلاو فيك ونستيكوك على الشكاين اي روح درنا على البولي زيرو قلنا باللي لازم البولي زيرو البولي زيرو احنا دي ولدناها ونسيناها خذوكم مثلا بتقعدوا تصرفوا في دراهمنا على على القوادين هذول دوك حنا تما ما ما كمان افونسو ما خموا في شويه في الشعب كيما راكم تخموا في هذا البولي زيرو ود عمي هذا البولي زيرو راكم راكم بهبلتوا بهم خموا شويه في الشعب كيما راكم تخموا يا ودي عطوهم غير نص واش راكم تعطوا لهذا البولي زيرو واللي يهضر لكم في هذا الملف راه عامل يعني لابد يكون عامل بالدراع كبسونا خوتي باش ما يطيحناش اللايف الله يستركم تما دوك اللي يقول لكم كلمه راه عامل المخزن ما كاش حل واحد اخر دركم معاكم نتوما ثاني الناس اللي خرجوا في الـ في الـ خرجوا في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في البلاد كانوا يكريتيكو في التنظيم تاع تاع الدخله تاع الصطاد وديت لهم دراهمهم ومانيش عارف انا واش هذوك ثاني بالنسبه لكم عملاء المخزن هذوك ثاني عملاء اسرائيل والمخزن والفرنسيس ومانيش عارف انا كندا والامريكان والعالم كاع يتامر عليك انت تاكيلوط ما تخدمهاش يتعمروا عليك كاع الجناس تاكيلوطه تاعك ما تخدمهاش لي كوش عشان ريحه امبورت يوم اذا تامروا عليك الناس اللي تامر عليك علاه الله يرحم الله يرحم اللي خلقك علاه يتامر عليك قولي تعالى يتامر عليك انا ما فهمتش علاش يتامروا عليك علاش تصنع النواوي انت البرويطه تستوردها من من, من, من تركيا الباله تستوردها من تونس قصعه تاع طوالات ما تخدمهاش شيء علاه يتامروا عليك الجناس انا ما فهمتش علاش يتامروا عليك الجناس ما تبيع ما تشري ما تطلع ما تنوض ما شباب ما قاري ما فاهم ما والو عليه يتامروا عليك هارهم يتامروا على اسرائيل راه اسرائيل تامر علينا ومن بعد ينوض لك الاخر على بالكم باسكو حنا ودرنا ورحم رحم رحم يتامروا علينا استراليا ومن بعد ينوض لك الاخر منين يا ودي حنا رانا في السيبله اخا ورانا في السيبله رانا في السيبله دمروا كاع العالم قالهم غير حنا قالهم ادي عادي قاعد معيشينك في الوهم معيشينك في الوهم لي يتامروا عليك هاد الناس اللي يقولك راهم يتامروا عليك هما راهم اس طالين وطالقين عراويهم في 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 في, في سمعوا لعبد الكلمه طالقين رواحهم في في حاسي مسعود وفي حاسي بركي وفي حاسي بحبح وقاعدين يطلعوا في يطلعوا في الغاز ويطلعوا في البترول ويطلعوا في البوبك على عليه يتامر عليك هاد الناس وقاعد الناس راهم اس طالين عندك كيفاش يتامر عليك وروح لحاسي مسعود غادي تسمع موند واحد اخر عالم واحد اخر راه في حاسي مسعود هذا اللي يتامر عليك وكرك عطيه كلش شبغي يرفض الخريطه يرو موركي هيجرها يطلعها معاه لاوروب ولا شبغي يدير هذا وكل شيء راه عطيه لك انا ما فهمتش علاه يتامروا عليك حتى العالم كاع راه دايرك في راه دايرك في السيبله وراه دايرك في الحسابات وراهم خايفين منك خايفين منك راك تصنع انت وكنت القرطاس وتجيب البارود البارود الرب الكريم البارود تاع الصياده وما تصنعه اللي يصيدوا به اللي يصيدوا به العجل وما تخدمهاش يتامروا عليك الجناس الله ينعل البليس هذاك اللي يتكلم بلوكيتو بغى يتعقدوا كاع الناس
يعني نشوف الزوال مساكين يطلعوا زوال عايشين في الدواوير وعايشين في الاخر، يطلعوا معاهم في ليغاز، يطلعوا مع الشبيحه ومع القوادين، يطلعوا معاهم يبدوا يقولوا ما عملاء المخزن عملاء، ما في مسكين ماهوش لاحق مسكين عشان لا ماهوش لاحق عشان لا مسكين ما عندهش بالانترنت وما عندهش مسكين، يطلع يقول كلمه ولا يبرد قلبه ولا يقول ماني محقور ولا يقول ما عنديش خدمه، تدخلوا عليه عامل مخزن عامل مركتوها حتى تحرق، هاي بعد حاجه خلوها في واحد وزوج صحه وثلاثه اربعه، ما هو تقعد الدنيا تقعد هكا راكم تقولوا بلي راكم مخترقين من كل جهه وتراكم تبهدلوا في رواحكم وتبهدلوا في البلاد معاكم. عمركم ولا قلتوا الناس اللي صنفتهم هذا العصابه هي بحد ذاتها صنفتها عملاء وما قلتوش عليها عملاء، اللي هما بوزيت تاع المخابرات بوعزه وسيني تاع ما تقدروش تقولوا بوعزه وسيني تاع باللي كان عميل، على ما تقدروش تقولوها؟ ما تقدروش تقولوها بس كلو كان تقولوها عميل بس مربوط بالقايد، القايد هو اللي جابه تضربوا النح عليها بوعزه وسيني يا اخي في السجن العسكري ولا ينحرق معاها القايد اللي جابه ما فيهاش كاش كيفاه، هما قالوها هما صنفوه هما اللي قالوها هما اللي فوتوا في قنوات جبدوا على اليوتيوب نهضروا عليه وانا ديغراداوه ردوه جندي ردوه جندي هبطوه لتحت بلونجو به لتحت هضروا على هاد الناس مع انهم صنفين من عند هاد العصابه حدتها ماهيش حاجه تاع خو نجيب لكم حفيد مونديلا وبالتالي الشعب صاي في الجود في الجود الشعب شبعته صاروخ شبعته صاروخ وشبعته كاشيات والناس مساكي راهي تقراغي وين تيتكالم البحر تقلع الناس راه شادها البحر راه طالع والزول راه شادها البحر راه طالع ما زلتوا 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 غير في عماكم ما زلتوا غير تبردعوا في الناس ما زلتوا غير تحوسوا تدقعوا ما زلتوا غير في طريقكم غير في طريقكم غير في طريقكم والو لا قوش لا دروات جيب لي انا حفيد بن بلا حفيد مونديلا يدين يخلصوا خمم وحدك وحدك خمم هذا اللي راه جارك يخلص هو حفيد يقول لك انا حفيد شهيد ويخلص يرفض في الدراهم روح سقسي هذاك حفيد شهيد قول له ولا روح سقسيهم دلهم لما يخلصوا قول لهم تسمى انت جدك حركي باش كنت ما تدخلش تسمى جدك قومي ولا جدك شكان يدير كيلعب في الدمينو كيلعب في الدمينو في الثورة ولا شكان يدير اسكو بوصبوع راك تخلص انت تاع حفيد شهيد ما تخلصهاش يما قاعد تخلص بنت شهيد ولا بويك راه يخلص تاع اول شهيد ما يخلصهاش علاه هذا السؤال اللي طرحه لنفسك مع ان كامل الجزائر جهدت وكامل الجزائر ادت الواجب تاعها واللي اداه بكل واحد واش دار الحمار في ذاك الوقت وقدم للوطن الاغيول وقدم للوطن في ذاك الوقت كانوا يرفضوا عليه وكان يحملوا عليه وكانوا بس كيفاش انت هذاك يخلص فيه وانت ما يخلص فيك هذه لازم تفهمها روح قول لهم بلي انتم ثاني يعطوكم روح قول لهم قول انتم ثاني قول لهم حنا ثاني جدودنا وما ما كانوش يلعبوا في الضامه ولا كانوا دخل هاد الشحاب ولا قول لهم ثاني جدودنا كانوا يجهدوا كانوا كلش قولوها يصنفوك خائن الوطن 87 ومع يدخلوك مع لا ليست تاع اسيا كتشوت حطوك معها في لا ليست ايه نعم نعم يا ابني وكي نهضروا لا لا هاد عملاء ما صحيح فقولهم الناس هادو راه عملاء تاع المخزن تاع اسرائيل وفرنسا نقعدو غير نعاودو حنا في البوبينه نقعدو غير نعاودو والبوسبوع مسكين تلفت له خاطر يقول له امير راهي نافيكي في التيك توك خاطر يقول له لا راهي دخل في الدراهم باليوتيوب راكم تفرجوا عليه ومن بعد يقول له لا غدوة عامل المخزن ومن بعد عامل فرنسا ومن بعد لا خدمة اسرائيل ومن بعد لا السفارة تاع قطر في باري ومن بعد لا روحوا حوسوا عليه في تركيا ومن بعد بوسبوع مسكين يجري ما بلاصها لختها يقعدوا يبردعوا فيك هاد البردية قول لهم اعطونا حاجة نشدوا فيها ما نجموش نقول لهم شدوا في 100 خيط ونقول لهم ولو الناس ولو يسبونها قول لهم الناس ولو يسبونا في التعليقات قالوا لنا راكم مركتوها من جهه يقول لك الجزائر الجديده وراح تبدل كلش ومن جهه واحده اخرى القنوات نفسها اللي كانت تمدح في العصابه
هي نفسها اللي راهي تمدحني هذه العصابه، القنوات نفسها اللي كانت تقول لكم بلي تحكوت رجل عمل ناجح، وكانت تقول لكم حداد رجل عمل ناجح، وكانت تقول لكم بالحمادي رجل عمل ناجح، وكانت تقول لكم فلان وفلان ميرسي سوسوجا، كانت تقول لكم فلان وفلان رجل اعمال ناجح، كامل هاد الناس، كامل هاد الصحفيين وهاد ملاك القنوات هما نفسهم الان لهم يقول لك تبون عمي تبون وفلان ومانيش عارف انا واش حركته البو اسبوع يقتنع، لانني مخلي البو اسبوع يقتنع واحده، لانني ما اخرجته من ملفات حتى العصابه لم تنكر. كان وقت فات هادو نفس هادو نفسهم نفسهم في وقت القايد صالح شنو كانوا يقولوا لي نفسهم بالاسم، ونتحداهم يعاودوا يقولوها الان الطحنه المخرقه الخرقيس، نتحداهم في وقت القايد صالح كان يقول لي امير جماعه التوفيق كنت تقولوها ولا ما كنتش تقولوها يا طحنه، كنت تقولوها يا جماعه تحيه بابانا والباديسيين، كنت تقولوا امير دول العميقه امير جماعه جنرال توفيق، يا كنت تقولوا فيها وصحبه جنرال فلاني وصحبه جنرال فلاني، كنت تقولوا فيها بعد ليلة وضحاها يتحول امير من جماعه التوفيق الى المخزن با اي زيد تقولوا ضرب بعد امير جماعه التوفيق بعد ما انستالا روحها توفيق وجبر، هل يقولوها هاي اخوكم تقولوا التوفيق ما عنده حتى دخل في السياسه وراه بعيد وما عندهاش دخل، هاي عاودوا قولوا نفس البوبيله اللي كنت تقولوا بها ضرب، شوفوا لا يقبلوا شو كرتوكم في عنتر مركز عبله، شوفوا لا يقولوا لا يقبلوا بكم في مجمع تبلعكم وتقولوا هذا الهضره، يقول لك هذيك استعملناها في وقت القايد، يقول لك دروك نجدوا الكارطة ما نجموش نقولوها دروك دروك السيد راه راك فاهم السيد راه هذي راك لا كبير هاد الهضرة ما تقول ميرسي نسموها سي بولا بونمون، يقول لك ما تقولهاش هاد الهضرة امبوسي امبوسي تعاود تقول هاد الهضرة، يسرقوك ويخطفوك بالدار وتروح للسطاج التالي سطاج تاع السليخ، دوك لازم تقولوا خرجوه كاع من الخريطة دروك اطرسوا به للرباط، خرجوه من الخريطة وطرسوا به للرباط، دوك راهم في صاحب محمد سيس دروك صاحب محمد سادس ولا سيبو، وغدو مانيش عارف وين يزيدو يطرسوا بينا، غدوة مانيش عارفين كاع وين يزيدو يسقوك، غدوة ما تحسش كاع باسكو هادي هي بيريود عابرة تاع المغرب، هادي راهي بيريود عابرة لأنهم من بعد يحوسوا على حاجة جديدة، فهمت ولا ما فهمتش الرجل الصفر؟ يلصقوك في بوليزاريو ما يقدروش يلصقوك في بوليزاريو، المعلومة اللي عندي هي أن البولي زيرو هي البولي زيرو غادي توقع عندهم تمردات الداخل، البولي زيرو غادي توقع عندهم تمردات، والسبب غتقولي كيفاش غادي توقع تمردات ولأي سبب، ستقع تمردات داخل المخيمات نسبة للفساد وحياة البذخ التي يعيشها المنصبين في الواجهة، المنصبين في الواجهة بما يسمى بجبهة البوليساريو التي استغلت الوضع واستغلت الصراعات القائمة واستغلت تشبث العصابة بهذا القضية وكونت ثروات طائلة. دو واش غادي يصرى في المستقبل ما يسمى ب ميليشيات البولي زيرو، واش غادي يصرى في النقطة الثانية غادي نفس العصابة تاع الميليشيات تاع البوليزاريو اللي سيطالبون هذه الميليشيات اللي حاطينها في الواجهة
أو اللي فارضة نفسها، مش هما حاطينها، وإنما هي فارضة نفسها وخاضعة لأوامر الديانس، خاضعة لما تمليه عليها الديانس. وكونوا ثروة طائلة وامتيازات كبيرة في الخارج وداخل الجزائر، شاريين ورام يعرفوهم خاوتنا، ماشي حاجة جديدة اللي غادي نقولها، يعرفوا خاوتنا في وهران. روحوا لي بالمي، راكم تشوفوهم في لي بالمي وفي مارافا، اللي يسكنوا في وهران دوك يكتبوا لك مارافال ولي بالمي من الاحياء الراقية في وهران، راهم يعرفوها، والان راهي العقيد وكذا، مي لي بالمي وكذا، كانت الاحياء الراقية قبل ما يتبنى، قبل ما تتبنى العقيد وقبل ما يتبنى وهذا الاخر، هما الناس وهران دوك يكتبوا لكم في التعليقات. اما لا، لي بالمي ومارافا شاريين فيلات فخمة يقيمون الداخل في هذه الفيلات فخمة، حتى ناس وهران صعيبة باش يسكنوا في هذيك في هذيك المناطق، لأنها منطقة غالية باش تشري تما. داروا فيزات، داروا قلت لك فيزات، داروا في سكنات واحدة أخرى في العاصمة، وخاصة في حيدرة وفي البيان. الآن واش هو؟ دوك غادي جماعة المخيمات يقول لهم لماذا لا تعيشوننا بيننا في المخيمات؟ بما أنكم بأنكم تتصدرون، ولا انتم الواجهه بما يسمى بالبوليزاريو، واللي تتبنوا هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الجبهه، لماذا لا تعيشون بيننا؟ يعني هما راهم في نفس العقليه تاع البوليزاريو، كيفاش صار لهم راسلهم في نفس العقليه تاع جيش الحدود. تعرفوا جيش الحدود تاع بومديان وبوتفليقه وجماعه الكليكه كاع مبله وكليكه كاع عادي، جيش الحدود كيفاش كان عايش حياه الرفاهيه بين وجدة إلى تونس إلى مصر، كيفاش كانوا عايشين لجتسات والبيريري والزطلة وطاقر وحوم الخالات والرقاصات والمساج، والنهار اللي قالوا قالوا الاستقلال جاوا يجاروا وزادوا دخلوا وصدموا واستولوا، وراكم عارفين كيفاش صارت الصورة، كيفاش استولوا على الحكم، هي نفسها الآن هذه ما يسمى بجبهة البوليزيرو. إذن ستقع تمردات داخل هذه المخيمات. شخصيا وكنت نشرت ومازال ما نشرت، ما نشرت غير حاجه صغيره اللي هي من داخل المخيمات هذوك الفيديوهات قصار، ولكن سانشر في قادم الايام، رايح ننشر امور اللي من داخل المخيمات اللي راسلينها ناس صحراويين داخل المخيمات ومعاناتهم داخل المخيمات بالصوت والصورة والصراعات القائمة داخل المخيمات، الصراعات اللي داخل اللي أصبحوا حتى جبهة البوليزاريو أصبحت تهدد في جماعة اللي راهم في المخيمات، وكل واحد يتكلم ولا ينطق يختطفوه، ونفس الاستراتيجية اللي تستعملها المخابرات الإرهابية مع خاوتنا اللي يدهم بن عكنون وإلى غير بن عكنون، سحاولة بن عكنون ومراكز التعذيب والاختطافات والسجون. يعني أي واحد يتكلم ولا ينطق ولا يحوس يفهم من هذوك الزواولة اللي مخلينهم يحوسوش يفهموا قاع، مجهلينهم وما مخلينهمش يفهموا ولا يدخلوا رصانهم ولا يهضروا ولا يحوسوا يفهموا حاجة، ولو يخرجوا لك في المشهد الإعلامي فقط العصابة اللي هي عصابة البوليزاريو مخرجينها لك كواجهة، لأنها أصلا خالصة على الشيء اللي هيدفع، خالصة وخالصة بأموال طائلة. على الوقت إن شاء الله أخرجكم يا مات وتشوفوا منكم اليوم، تسمع ماشي امر اللي يهضر معاك، غادي يهضر معاك واحد صحراوي ومن داخل المخيمات ويفهم لك ويوريك الحياه المزريه ويحكي لك على عصابات البوليزيرو واي حاجه تصرى لهم هاد الناس اللي خرج صورهم، سواء نساء ولا رجال، اي حاجه تصرلو تتحمل المسؤوليه الكامله الى ميليشيات البوليزاريو. من الاخر هما اللي يتحملوا المسؤوليه اذا كانوا دايرينهم طريق ودايرينهم واجهه من اجل باش تكونوا ثروات
وتديروا ثورات ومن بعد تقلعوا وتعطوها تجيبوها في اسبانيا في مدريد وفي باري وفي الالمان وفي مانيش عارف انا واش، ومن بعد تقول لهم تهردوا انتم في المخيمات ثم، ومن بعد يتكونوا لكم يكونوا ايكيب واحده اخرى، تقعد ايكيب مورا ايكيب ايكيب مورا ايكيب، وتقعدوا تبزنسوا بهذه القضيه. فهذه امر يخصهم هما، لان هما اللي لازم يعرفوا ان هذه الميليشيات اللي تستعمل فيهم المخابرات الارهابيه مجرد ميليشيات تبحث عن مصالحها الخاصة فقط. من 75 يقول لك راهم يديروا في الحرب، قول له يوري لك هذه الحرب، قول له يوريها لك شوفها، يوري لك الحرب اللي هم يديروا فيها والاموال اللي هم يصرفوا فيها بالملايير المليارة في هذا الحرب، كل ما يوريها لك قول لهم النتائج تاع الملايير اللي يصرفوها، سواء في الجهة في الجانب الدبلوماسي في الخارج، ولا في السفارات اللي فتحوها، ولا في التحركات، ولا في ما عارف انا في الندوات واللقاءات، امولهم يصرفوها الطائله، ولا لهم يخلصوا بها هذا عكيك وفلان وبنبطوش ودسالك ومش عارف انا وزارة اللي يدير لهم تما والوزيرات والناطقه باسم كذا والناطق باسم كذا، كل هذه الاموال طيله كامل هذه السنوات واش حقت؟ واش حقت؟ لانهم عارفين بلي هم داخلين في قضيه وهميه. هذيك الاموال لو كان صرفت، كل ديك الاموال لو كان صرفت على افريقيا باش تحرر افريقيا من الهيمنه الغربيه، لو كان حررت افريقيا، لو كان صرفت على افريقيا كاع ديك الاموال كراك حررت افريقيا، وصرتوا تمسحوا في الديون، الديون تاع الدول الافريقيه اللي هي من اموال الشعب الجزائري، من اجل ماذا؟ من اجل ما يقول لكم ايه رانا معاكم في البوليزاري، وهي طلع في روحك تمسحوا لهم بالملايير ومليارة من اموال الشعب الجزائري، والشعب ادمر له حسب المغاربه ولا حسب مش عارف انا الليبيين ولا حسب مش عارف، روح ربي يسهل عليك، روح حسب موريتانيا حسب مالي، روح برك روح اقعد في التعليقات حوس عليك واش واحد داير لايف، طلع معاه قيس تقعد تسب وضرب الصاروخ برك، راه جول الزوله مساكين بالصاروخ. انا بور ما هذوك اللي نسيبهم انا سوا ديزون يحوسوا يدافعوا وكذا، انا بور ما لا بلي بار تاعهم، خلينا من هذوك اللي خرقه تاعها مش عارف انا تفوت كار، هذوك ما انا كاين بزاف اللي نعرفهم انا باللي هذوك مرضوهم بالفرعونيات والعنطريات، احنا حتى واللي يشوف روحه باغي يطرطق باغي يطرطق وتنفخ حتى الماكس الماكس توشي غير براس على البرين تفش ونسفو لا هذوك انا بالنسبه لي هذوك فيها مي كاين فئه كبيره بور مو انا نشوفهم سي دي فيكتيم دو ميديا ضحايا اعلام، اول حاجه يجيب لك برودوي ماده ويهضر واش يحب ويدلك ديك الموسيقى تاع الحزينه وكتقتلهم بالموسيقى والحزينه وتسيبها يبكي وخناين يسيلو واش عارف عليه، هو يبكي والخناين يسيلو ونصف تاع النيف وعينه يحمارو وصار كيما بصح واش عارف عليه، كنت خصني نقول لك ما عارفش عارف انا اثر فيا هذا الفيديو هذا اثر فيا قاعد نروح نروح على الله نروح اصبر يا امير امير دي زاد الماستا اللي انت قدرت لنا وانت اللي راك باغي تدمر لنا البلاد، وراني شفت هذاك الفيديو اللي بيبكى في الخناين اللي جيت عندك والله مرنا طالقينك والله مرنا حابسين والله نقعد عقابك بالتعليقات تقول عليك تسب فيك، والله ماني عارف انا شفت واحد الفيديو راني جيت تسبه والسلام عليكم. هذه هي قهموهم ومن بعد يجيبوا لك دوك الاخرين تاع الاعلاميين فورماسيون تاع بن عكنون وتبدا دوك العش داك المشروع راني نقول لك الدخله كي يدخل وتقول انت خرات ولقد القوات الباسلة للقوات الخاصة بقيادة شين الريحة وتتقدمها المدرعات وتتقدمها المدرعات حتنان إن العالم يتآمر علينا، إن العالم يستهدفنا، إن البريكس والفريكس والكريكس ندخل فيها مع شناوة وندخلوا فيها الشان، ورانا بغي نبروفو لهم بلي 2025 كوب دافريك وبكذا وبكذا فول الاخر يستخوي الإيماجيني ويشدد خطاب شديد اللهجة من السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قال وبصريح العبارة وبصرامة
زعما ويكتب له التعليق ويقول شوف الهيبه تعليقات ذوك باصبع هذوك، شوف الهيبه كي دايره، شوف الوقفه، شوف الهمه، شوف كذا. موش بشبعوش ما كملت الهضره، لازم تكمل الفيديو ما شبعاش، لازم تدخل في التعليق ويقول الهيبه والوقفه والخزره والكتاف، الله الله، والوقفه كي دايره بوسطك وعينيه والخزره كي دايره، شوف شوف عمي تبون وشوف كذا وهكا وما قنعش. زيد لغم له، عمر جد باب الحلو، عمر له الداخل. وبقياده السيد الفريق الاول سعيد شنقريحة اللي قال وشدد بخطاب اللعجة قوة ضاربة في الإقليمية في جد جدكم العلوف في مانيش عارف أنا واش. فالسيد على بالك يريح يبرأ ما يرقوش لو كما يسمعش هاد الشيء. والبروبلم سيما تيلي شارجي هداك الفيديو في تيليفون تاعو،